شيء كما يقولون الامريكان باي ذا بوك. نطلعوا هذا ايوب بروب خونا ان شاء الله يمثلنا احنا جزائريين على كل حال، يتكلمنا على يقدم نفسه على كل حال ويحكي المشكل تاعو مع لقمان هذا. مي على كل حال انا شفت فيديو تاع ووتش والله يبارك منور جان من الغرب، ربي يبارك ان شاء الله وما عرف خير، ومن بعدها نروح على كل حال كيش يقولوا رونجستري هذا اللايف. انا ما نعرفش رونجستري باسكو انا نكمل نحاه ديريكت، انا ما نعرفش كيفاش ترونجستر باسكو انا كافي، انا ما نعرفش انا خاطيني انا الام ورا هذا ايوب هذا. انا دونك تعلمت كيفاش نطلع الناس، انا حتى جيت الامريكان باش نعرف هذا كيفاش طلع الناس. السلام عليكم. يا راكم لاباس؟ عندكم سمع اخويا راكم لاباس؟ عندك اسكيطه شابه اخو. الله يحفظك. عندي بزاف منهم هذو. انا نكرههم هذو، نحب هذوك المقوسين هذوك شويه تاع البيت صار عندي المقوسين المدورين الصغار. نحب الكاسكيطات موت على الكاسكيطات ملي كنت صغير، عندي كوليكسيون. الله يبارك. سيرتو انا جيت بلاد الكاسكيطه وبلاد الحطه. ملي كنت صغير يعني نبغي الحطه، راك تعرف شغل هيب هوب ستايل كيما يقولوا. بس كيفاش انا بون، انا حياتي كاع وانا عايش في نيويورك، بصح غير كيما جيت هنايا راني في اريزونا في توسان، عندي 3 شهور ملي جيت، تما راني فاكونس حواس. So you gotta go back to New York, yeah? Of course, yeah. My stuff still there, right? إن شاء الله، إن شاء الله، ربي يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يحفظك خويا، ما عرف خير إن شاء الله. معك طارق من ولاية البويرة عايش في سافانا وحده، ما كان يحتاج جزائري. صحتك خويا، معك أي أيوب وجفنا من ثنيت الحد ولاية سمسيلت. تبارك الله، ما عرفت خير على كل حال، و حبيت تجي مرحبا بك على كل حال. تفضل إلى جيني خويا، باسكو أنا غير كيما بديت يوتيوب راه عندي واحد السلسلة سميتها أيوب حول العالم. أرواح راني كل خطر نروح نروح الولايه، كنت حاب نخرج ما مع الامريكان بصح مع الكورونا والعفسه والعفايش والاثرت عليا شويه بصح درت رحت زرت شويه مناطق هنا، ومازالني راه عندي فيديو جديد درته هنا في الصحراء تاع اريزونا، واحد المناظر يا خويا والله. يا جماعه اللي راهم هنا معايا دي فولورز، تبعوا اخونا شجعوه، انسان يقدم محتوى مليح ان شاء الله يدوم فيه على كل حال، شجعوه ربي يحفظك ودعموه. مرحبا بكل الانتقادات. انا كريزي كاع مرايح كاع فيها ربي يحفظك. احنا اللي الجزائريين عندنا هذيك القلقه، راك عندنا هذيك التحوش باش نقول لك تاع الشهامه هذيك مليحه، احنا ما نحملوش الذل صح. ام قالوا لك اسمها القناه تاعك، واسمها القناه تاعك ايوب حول العالم، ايوب اراوند ذا وورلد، ولا بالعربيه ايوب حول العالم. اكتبوا ايوب حول العالم ولا ايوب يا ولا ايوب اراوند ذا وورلد، خلينا نروح وارد نعم وشوفوا الفيديو تاعو تعرفوا على بزاف ستيتس. هي هنا عندي رحت كاليفورنيا، درت هوليود، درت في سانتا مونيكا، ودرت درت هنايا في توسان، درت تاع الهالوين، ودرت واحد الغابه شابه هنا جايه في اريزونا يسموها مونتيلا، من ما حكيت حكايتها كل شيء. وراه جاي فيديو جديد شباب اللي شغل مفاجاه، عبك رحت من هنا للصحراء، انا واحد صاحبي تعرفت عليه قال لي هنا كاين ذهب، فاش لقيت هذوك الرمز تاع الامازيغ، الرمز تاع الامازيغ لقيته في المستحدث، هو ما على بالوش قاعد يروح. قلت له شو هذا عندنا احنا في الجزائر، واش جابوا له هنا عند زاد؟ صافي يدير زاد يجي هكذا اللي هكذا يجي هكذا الامازيغ زاد باللغه الفرنسيه. وعرفت انا قلت له هذا قلت له اتس الامازيغ سيمبل، والله هو سربرايز. ومازال نبحث على الحكايه هذه تاع واش تاع انا رحت انا مش انا زرت بزاف الولايات هنا، انا زرت ولايه فلوريدا وانا عايش في جورجيا، زرت واشنطن ماهيش ولايه، ديستريكت اوف كولومبيا واشنطن دي سي، زرت فيرجينيا، نورث كارولاينا، ساوث كارولاينا. انا في رحت هنا واحد المنطقه، انا زرت واحد المنطقه وان شاء الله تزورها، اول مسكن تبنى في امريكا. اوه ذاتس نايس، هذا لازم نشوفه، هذا حكايه يا شباب. تبنى في امريكا، بناوه لي زيسبانيول هنا في ولايه فلوريدا. يا اول مسكن في سان اوغستن، اول مسكن تبنى. انا تصورت قدام هذا لازم نروح له، هذوك نحوس عليه نقول ان شاء الله. حبيت نبعثها لك، نبعث لك التصوير هذيك مكتوب. بعد لي انا نموت على الرحلات، وتبغي نتلاقاو نروحوا نديروا رحله ما كاينش كاع مشكل، انا نموت على الرحلات. انا العطل العطل الخدمه قاعد نخدموا بس معليش، واحد كيما يقول شويه خدمه وشويه يعيش. ام جوكي اي نو مان اي نو. اوكي جو اهيد. قلت لك بون، بغيت انا نحكي على واش صرا الحكايه تاع لقمان ديزاد والفيديو كيفاش حتى صرات كاع الحكايه. انا شوف انا والله انا نعرف لقمان، وبون انا مش نهضر فيه شخصيا، وانا مربي انا عمري ما نهضر في الناس، انا بغيت نهضر على واش صرا. انا جزائري عايش في الغربه، انا جيت صغير الغربه، وبالك الناس تعرفني، لك كش ناس تشوف فيا تعرفني. انا يا واش درت،
انا نورمال كنت دخلت في الفيسبوك نشوف في الجيريا يضرب في الجيريا بواحد الطريقه شغل هذا كي شغل حقره راك فاهم شت لقمان دي زاد لقمان دي زاد اي بعد انا ما درت والو انا قلت نروح نشوف لقمان واش كان دخلت قناه تاع لقمان لقيته داير فيديو تاع القصه كيف صارت مع الطفله هذيك وانا بر منها انا شفت الفيديو حقيقه ما قنعنيش انا كيوتيوبر وكانسان كما نقولوا كجزائري في الغربه عندي الحق باش نهضر على اي حاجه وهذه كما نقولوا راهي حاجه كما نقولوا فايرال راك فاهم يس سير اني بودي كان توك اباري انا هضرت وهضرت بكل تربيه قلت السلام عليكم انا لقمان نعرفه شخصيا كما يقول لك عرفته فيه مع صديقي انا عندي كوزن تاعي مات انا الله يرحمه قتلوه الله يرحمه ويوسع عليه ربي يرحمه لله اي اي كنا اصحاب تعرفنا معاه بعد كي مات وقف معنا وقف تاع رجال وهذه ما ننساهاش وذكرته غير بالخير انا في الفيديو واش هضرت قلت يا ودي عيب علينا احنا اللي زارجينيا نديرو تبادل انا عمري ما اشتنى الحمد لله اسمح لي احنا مربين احنا معروف احنا زارجينيا معروفين بالتربيه معروفين باللي احنا اخلاق ولا ما عرفناش يسقسينا الجاليات الاخرى احنا مربين وما نحملوش النيف ولا التالي راك فاهم احنا نعرفوا علينا غير بزاف اي اخويا شفت الفيديو كلاني قال به هضرت بكل احترام وقلت شغل لا للعنف راك فاهم علاش قلت علاش هكذا يا سيدي ضربتو ما تصوروش ولا الطريقه انا ما عجبنيش الطريقه كيفاش ضربوك انا هضرت نورمال هضرت باللي نورمال الانسان كيما يقول لك ربي اذا عطاك الصحه وعطاك عقل وعطاك كيما نقول لك قوه استعملها في مع الضعفاء عاون ضعفاء ماشي تحقر ضعفاء قوي هو اللي يهز الضعيف ماشي يحبس على الضعيف على كتافه باش يطلع هذه ربي والرسول ما يبغيهاش هذه حتى انت ما تقبلهاش فاهم انا تكلمت انا ليش غاطني تكلمت نورمال كان جا في المستوى يرد عليا بالمستوى يقولوا كان يتاكسيني ولا هو غير عيط لي سبني ديريكت ما عرفتو مش عارف انا يا سيدي غير عيط لي الاول انا كيما بعت انا ما زدت والو في الكونفرسيشن حطيتها في اليوتيوب حطيتها واه عندي كاع الكونفرسيشن خلعت انا ماك صاحبي وطيح لي قال واحد الكلمات ما نقدرش نقولهم احتراما للناس هنايا وكان قال لي ما واحد اخرين ما هضرتش عليهم قلت غير شويه انا من الكونفرسيشن سيدي طيح واحد وانا قلت له انا هكذا قلت له كي حطيتني في الصوره انا هاك ها لقمان تاعكم شايتو هاي طيح يسب ويعايرني تفهمني ومن حقي نزيد انا لو كان سبني سول كي نديرها له ولا اي انسان راك في الصوره راك عندك هالف مليون فالور لازم تكون كيما نقول لك عند روحك ما تخليش نقولوا انا ما كان والو انا شخص عادي كيما قال لي قلنا ماشي انسان عادي عباك واش تكلم لي كوني جايك راك فاهم كي شغل ايا نقولوا انا انسان نورمال انت انسان راك مسؤول راك تمثل رساله راك تمثل جاليه راك تمثل سبورتيف لازم تكون لازم تعرف واش تخرج من فمك راك فاهم لازم الكلمه ديرها الف حساب وتعرف كيفاش واش راك تهضر كورس راك امباسادور مسؤوليه كاين مسؤوليه الميكروفون هذا ماشي اروح وهضر راك فاهم كاين نقولوا اداب كاين فهمتني ولا نبداو نهضروا كاع ونخلطوا اللي ما نهضروا يا كورس كاين تربيه الحمد لله كاين يقول لك لكل مقام مقال راك فاهم الله يهدينا هو تخديك بالعنف والضرب باكا جيت في الضرب انا نضرب 10 من قدك ماشي بنادم انا قلبي تاع جزائري موتوا على هذا معليش خلينا نطولوا في حل ونموت ومانيش عارف نحمل الذل راك فاهم اني واي ايوا موراها اش قال لي بون موراها هضرنا في اللي تحادثنا بون طلب مني سماح وانا انا شوف انا انسان تعرفني انا مانيش تاع مشاكل ولا فاهم اللي سقسي كاع الناس اللي في نيويورك انا في الحق نبان بصح ما نظلمش الناس من الناس انا من الناس اللي ايفيتي المشاكل تسبني نقول لك صحيت خويا انا راني في بلاد هنا جيت الماريكان عندي جيت ملي صغير بصح جيت كي شغل باش نطور باش نروح بعيد في تخمامي باش ايوب اسمح لي حتى حسام هذا كان يطيرته ونحيته من اسمح لي بالايوبه يا حسام يا. انا هذاك نحيته وعسي ديت فلسف خلي الناس تهضر اشبه الرجال عايشين بالعواطف كنهضروا مع كبار العقول راك فانا انا كي درت فيديو درتو كبار العقول ما درتوش للناس اللي تبعوا تقول بعد فاهم انا نحيتو هذاك السيد انا نحيتو هذاك اللي قلت له المهم والله فهمتني المهم كمل قبل انا والله ماني نشوف الناس ينظر معاك انا يا ديرك فاهم اوكي اي صالح نطلب من السماح منا واش قال لي قال لي بصح في بريمي هذوك لي فيديو راك فاهم واش صرا انا واش قلت له انا نورمال كنا نسي بريمي هذوك لي فيديو كنا ما نحبش العيب والمشاكل ديجا كنا هضره انا كي سمعوها والديا ديجا ما عجبنيش الحال عندي ام انا الام تاعي معروفه في الجزائر كنت لحد احنا الناس ماشي تاع المشاكل ولات فاهمين يعني امي قالت لي كي قالت لي يا وليدي ما ديرش المشاكل راك فاهم وانا في غربه وانا بعاد وانا كاع في غربه نورمال كاع خلوش من والدينا يحسوا فهم قلقين نورمال يدو يشوفوا غير الصوره الجميله علينا فاهم دوك بابا ولا اي قلت له في واحد سيقرا عفو هاك داك اي قلت له انا
اوف كورس ماشي هذه الرجله. قلت له انايا كي طيحت لي الناس سمعتك كي طيحت لي دير اعتذار في الـ في الـ في القنوات تسمح لي وريب ايوب، في... yeah. ما ننساوش باللي هذاك الانسان هو ظالم، واللي ظلم حتى هو عنده باباه وعنده يماه، يعني اوف كورس وعنده انا خوه جاي وعنده اخته. ايماجيني وانتم يشوفوه يقولوا لوليدنا، وعنده السكر يقولوا لوليدنا ديابيتيك وما عندوش لي بابيي ولا ما عارف باش، ويضربوا فيه حتى يماه تبكي عليه حتى ويكون عاودي ظالم. لا لا هو ظالم. انا عايرني قال لي درت نواظر ماكش تشوف بليه راك فاهم راني داير نواظر اسمي. ما مستواك فاهم اني واي انا مش باغي نهضر نقول لك ربي وكيلو بون. قلت لك قلت له دير كيما نقولوا اطلب سماح كيما كاع الناس اطلب سماح خلاص في حقير طيحت لي وما هضرتش معاك انا قلت بابا نجي ليك ونهبط المستوى تاعك ونضربك وين تبغي وانا راني فين نموت راك فاهم. قلت له بصح نورمال احنا رانا كبار دير. واش قال لي كيفاش انا ندير لك اون ندير لك فيديو ما يدخل لك فولورز ويقول لك الله قال لي انا ما حتى نديرها انا لك شادي خلي يخصك فولورز نعطيك. واه فاهم. قال لي زعما قال لي كون زعما بالملاحه نجي زعما كون كنت مليح معايا نجي عندك زعما ندير معك فيديو. قلت له انا ما كنتش معاك مليح كي تكون بالحق نقول انا بابا يظلم انا بابا كون خويا كبير ولا خويا صغير كون ضرب نروح انا نضرب انا ما نبغيش الحقره صاحبي. احنا كبرنا في الحومه ملي كنت صغير ما كاش الحقره صاحبي احنا من احنا رجال ما ينحقروش عندنا فاهم. احنا الراجل بوسلامو ما يتظاهرش بالصبعه قدام الناس يتعاقب بكل طريقه راك فاهم. المهم انا خليت له هذاك الفيديو وهضرت انا حاجه ما عجبتنيش كاين ناس بزاف في الجزائر شغل زعما هم يدافعوا عليه شخصيا اشبه وسبوني بزاف وهضروا عليه هضره ما عجبتنيش فاهمني اخي. انا يا خوتي يا راكم تسمعوا فيا انا جزائري كيفكم واخ كيما انتم وعندي نيف وغاضتني كي شفت جزائري يضرب في جزائري وهدرت اللي ماهوش فاهم الحكايه روح الفيديو تاعي واسمعني واش قلت وقول لي لا غلطت في كاش كلمه ولا هضره ما عجبتكش هذا ما كان. انا هضرت اي انسان حتى كان انا حتى كفاف الكلاوي بالهضره يطيحوا لي بيما يميته بابا ميت وسكروني اقدر علاش سكروني راكم تسبوا الناس فهمت انا. شوف نقول لك صاحبي رانا في وقت صعيب رانا في وقت الدجال الله يحفظه ويستر اسمح لي الناس اوكي راها باديشو باديشو دوك نطلعوك اصبر باديشو باديشو اصبر يا ما تهربش اوكي كمل افهمني معاك. رانا في وقت صعيب راك فاهم راها صاري واحد فاهمني في الواحد احنا نورمالمون يونيون يونيون شد في الخير شد في تعاونوا البوزيتيفيتي انت داي يو داي راك تعاونوا فاهم رانا في وقت متخلط دروك يطرح نيجاتيف يطرح بوزيتيف. راه واحد بعث لي نقطه شابه استغلال العواطف والدين ما استغلش العواطف والدين حبك باللي حرام عليك حرام عليك بغيت دير حاجه خلي ربي والرسول بعيد عليه حطهم في الصلاة والسلام. مقالهم بالمناسب عليه الصلاه والسلام خليهم في مقامهم راك فاهمني ما نخلطوش المهم نخلطوش تعاونوا الدين مع الدجالية، بالحليب بالجرعه اللي انت كيقول المهم تعاونوا، أنا استفاد من عندك، أنت استفاد من عندي، أي واسمه هذاك والي هكذا. باديشو نتعاونوا خاوة، هذا يعرض هذا، أخدمته في اليوتيوب، أنا وقلت له نخدم انا عند واش واحد قلت له آخر. ثاني قلت له اسمح لي علاش هكذا راه دار علاش هكذا؟ جريمه واش دار ضرب السيد وصوروه وحكى كيفاش راح كيما قلت ترصدوا كيفاش ترصدوا راه عنده وضربه ترصدوا هبك باللي ماشي زهر ماشي زهر ترصدوا ماشي زهر ما ماشي زهر هو راح له قيدوه وضربه قيدوه هذه اني وقيدوه ولا ما قيدوش المهم هو راح ليه وضربه وثبتها لي كابابي. انا قلت له ده لقمان غير قحا ونحي ذاك الفيديو والله يا كابابي تولي في مصيب قالوا لي راه في الجزائر صالو عبك كابابي يولي في مشكل كبير يديش كي بيك هنا كاين ناس نعرفهم على الضرب والناس غير هكا بدبزه كما يقول لك مازالوا ضروك يخدم على الناس ناس ضربوا في الحبس على جال ويزيد اسوت يقول يسموها وزيد سب انا نعرف في امريكا الحكم يا صاحبي بيشكيش باسكو انا نعرف القانون في امريكا. واش تعرف كتعرف قانون كاميراك هكذا؟ هو الخير القانون خير ما ما تبيش داروش في هكذا خطيبته، خير ما داروش في خطيبته كل دافع على شوف جزائريه. شوف اخي شوف معليش احنا كاع نغلطوا كيما نقول لك الاند ستوري باش نخلي خونا يطلع احنا كاع نغلطوا صاحبي يا سير صح ربي يهدينا. اعتراف بالخطا من شيء من الرجال كاع انا احنا ماشي كاملين احنا كل واحد يخطا كاين تسرع كاين اللي عنده مشاكل كاين اللي كذا بصح اللي غلط يحتال قال لي يا خوتي سمحوا لي ضربت السيد تقلقت داني نيف على الطفله هذيك ضربت واسمو كنت واحترامي فاهم ليك يحتال يحكي الصح بلي الطفله ما نعرضها تخليش لحقي. هكذا ما تخليش النار في سيا تاكلك لا صاحبي دور عليك هكذا تقول الناس ما تحبكش انا هكذا انا هذا الميساج اللي بغيت نوصله له الانسان يكون الراجل يكون نين معليش انا غلطت يا اخوتي غلطت يا ريزالجيريا انا غلطت حكم علي الله غلطت غالب انا كان اني انا شفت الطفله بنت بلادي ضربت ما حبيتش نسدها في قلبي ولا فرد ميك اب ستوري احنا وصاحبي لازم تكون محترف هذه هي الناس قالت لي الانتقادات اي انسان في العالم عنده فاهمني عنده ناس تشجعه عنده ناس تنتقد كي واحد ينتقدك باحترام رد عليه باحترام ما تسبوش الله هذه هي يهدينا رسالتي ربي يهدينا. ربي يهدينا ان شاء الله اخويا وراي حظك اخويا طارق ما نطولش عليك
وسلام عليكم. مرحبا بك. صح عمرك. ونتلاقاو في فرصه جميله ان شاء الله. سلام عليكم. والله سلام خويا. صحيح والله. يعني كي يقول لك شوف الجوري واش يقول لك، دي زيستواغ ادورمير دوبو، يعني حكايات تخليك راقد واقف. يعني الناس راهي تشكي منه. شوفوا هذا لايف، لايف تاعي يعني، انا هنايا انا نشكي منه. وليد وهذاك اللي كان يقول لي عمي صالح، سيد اسمه نسيم، هكذا نسيم، وهذا اسمه خونا ايوب. يعني الناس راهي تشكي منه. ها ماشي ماشي احنا حسدناه ولا نكرهوه ولا، هم الناس تشكي منك يا لقمان، على بالك الناس راهي تشكي منك. ما راناش نكذبوا، اوني با دي فو، رانا عايشين كاع في الغربه، رانا كاع في امريكا، وانا ما نتعاملش معاك، ما نعرفك ما راح نعرفك. وعلاش طيحنا؟ وعلاش طيح السيد بيما؟ طيحني بخالتي؟ وعلاه؟ وعلا تكذب على الناس؟ وعلا تخدع؟ يعني انت فهمت انا والله العظيم، يعني وعلا ما تتوبش؟ توب نورمال، اطلب السماح، قال لي انا كذاب، انا كنت نشرب، انا كنت نسطر، انا زواخ، اسمحوا لي. خفت يروحوا لك لي فالورز، نعاونوك، نعطوك درام، دبروا لك خدمه، اروح تسكن عندنا هنا في الدار، وراه المشكل، ريح ترونكيل.